رب اكتب لنا في السنة القادمة فرحة تغير بها مجرى حياتنا للأفضل لديننا ودنيانا، وأن تحفظ أولادنا وعائلاتنا وأصدقائنا وأحبائنا. أثارت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود جدالا واسعا خلال الساعات الماضية بسبب عدم التزامها بمناسك العمرة. نشرت دنيا عبد المعبود صور تجمعها بزوجها المخرج مجدي العواري أثناء تواجدهم في مكة المكرمة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: الحمد لله. وانتقد الجمهور مصممة الأزياء بعد نشر صور لها أثناء أدائها العمرة دون الالتزام بالمناسك. وظهرت دنيا في بعض الصور مرتدية ملابس الإحرام إلا بأظافر صناعية وبها مانيكير طلاء الأظافر، كما علق البعض على وشم يدها مما جعل الجمهور ينتقدها انتقادا شديد. وجاءت تعليقات الجمهور على صور دنيا عبد المعبود كالتالي: مش فاهم كيف عمرة ومانيكير، وبالنسبة للي في أظافرك ده ايه؟ ازاي ايه ده بالنسبة للضوافر وغيرها. جدير بالذكر ان مجدي الهواري احتفل بزواجه من دنيا عبد المعبود في حفل صغير حضره عدد من الاصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في اكتوبر العام الماضي.